أقيمت اليوم 4/12/2022 جنازة الكاتب الكبير والصحفي مفيد فوزي، والذي رحل عن عالمنا اليوم عن سن 89 سنة. أقيمت بكنيسة السيدة العذراء بالمرعشلي بالزمالك زي ما احنا شايفين في الصور ديت، وكان كتير من الشخصيات حضروا الجنازة، وكان منهم الفنانة ميرفت أمين وأيضا حمدي رزق اللي هو في الصورة ديت، وأدي الفنان تامر عبد المنعم، وكانت الفنانة سيمون كمان حاضرة، وأيضا الصحفي محمود سعد حضر برضو عشان يؤدي واجب الجنازة زي ما احنا شايفين في الصورة ديت. أيضا حضر دكتور مصطفى الفي زي ما احنا شايفين هنا، الله يرحم مفيد فوزي، ومكتوب على الصندوق: أنا والقيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. ودي من كلام السيد المسيح، وده أحمد الطهري الله يرحم مفيد فوزي. مفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو عام 1933، ولد بمحافظة بني سويف، هو إعلامي مصري لقب بالمحاور. كان والده فوزي سعد موظف بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل، وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية. منذ الصغر تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959. تزوج من الإذاعية الراحلة أمال العمدة في الأول من مايو عام 1968، والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001. أنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي. أمال العمدة ولدت بالأقصر عام 1941، وتنتمي لبيت العمدة جورجي موسى، وقدمت أمال العمدة العديد من البرامج الناجحة بالإذاعة المصرية. نشوف بقى صور نادرة ليهم في زفافهم. آدي هنا في الزفاف بتاع مفيد فوزي وأمال العمدة، وكانت حاضرة نادية لطفي على يمينه، وأيضا سعاد حسني. ودي صورة تانية من الزفاف على أمال العمدة، هي جوزها بس وما اتجوزش بعديها. وادي هنا صورة ليهم في شبابهم اللي هي على الشمال، وادي بنته حنان ربنا يخليها لي ويخلي ليها، دي حنان مفيد فوزي كاتبها. وقد حل الكاتب والإعلامي مفيد فوزي ضيفا على برنامج تقديم الكاتبة الصحفية فجر السعيد على قناة سكوب في الكويت. كان البرنامج ساعتها في الكويت. وشدد مفيد فوزي على أنه من المستحيل أن يشعر بالوحدة بسبب قلمه وشفيعه مثلث الرحمات المتنيح البابا كيرلس السادس. وأخرج صورته من جيبه واستكمل قائلا: نصحوني في مصر ألا أخرج صورته من جيبي على الهوا في الكويت، لكني قلت لهم الكويت بلد السماح. وأوضح البابا كرولوس هو الذي وضع يده فوق رأس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد هزيمة 67 وشفاه بإرادة الله. كان الرئيس تعبان مريض، وهو تشفع له عند ربنا عشان يشفيه، وهو أيضا الذي منحه عبد الناصر أحقية بناء الكنيسة المرقسية المعروفة حاليا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. أدي هنا أثناء لقائه مع فجر السعيد في برنامج غبقة سكوب، وفجأة حط إيده على جيبه وطلع صورة البابا كيرلس. وادي هنا صور للرئيس جمال عبد الناصر مع البابا كيرلس السادس، كان في حب ووئام ومودة بينهم.
ويكون مفيد فوزي عن عبد الحليم حافظ عرفته التصقت به وعرفت كيميائه وكان يتيما في الميلاد وفي الحياة. بهذه الكلمات لخص مفيد فوزي علاقة الصداقة القوية التي جمعته بالعندليب الأسمر والتي أورد الكثير عنها في كتابه صديقي الموعود بالعذاب. يقول مفيد فوزي: لم يكن عبد الحليم حافظ ذلك الفارس المغوار الذي ينجح في كل غزواته، ولم يكن ذلك العاشق الأسطوري كما صور نفسه في بعض مذكراته وكأنه كازانوفا العصر. كان عبد الحليم حافظ عاشقا مهزوما يعود من معاركه دامي القلب مكلوم الفؤاد مكسور الوجدان، وكان يخفي هذا عن أصدقائه. هذه الحقيقة التي عرفها مفيد فوزي لقرابه من عبد الحليم حافظ سببت خلاف بينهم، ظهر بشكل واضح حينما قرر عبد الحليم حافظ أن يكتب سيرته الذاتية، وعندما نشرها رأى مفيد فوزي أنه من الأفضل أن يروي حليم حكاياته ويتولى أحد الزملاء الكتابة، لكن حليم كان يصر على مراجعة التسجيلات وحذف بعض الحقائق عندما يراجع نفسه، وهو ما دفع مفيد فوزي أن يقول له: أنت لست بكاتب مهما كان عندك تذوق للكلمة، أم كلثوم تفوقك في هذا الميدان، وعبد الوهاب أعظم الذواقة في دنيا الكلمة، ولم يفكر أحدهما في كتابة مذكراته بنفسه بقلمه، إنك تريد أن تبدو في الصورة التي رسمها الناس عنك، فليست هذه سيرة ذاتية، إنها سيرة ملاك تفتقد الضعف والنزوات والفشل لتعطيها الصدق وتصل إلى قلب الناس. هنا عبد الحليم حافظ ومفيد فوزي، رغم علاقة الصداقة القوية كان في خلاف بينهم، وهو وضح سبب الخلاف ده. أسرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.